اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل مع ضيفي العزيزين. وصلنا للاحزاب وانتخابات مجلس الشعب، اللي هي اللي عايز اقول لكم المرحله الثالثه الاهتمام فيها نسبته 72.3 بالقياس للمرحله الثانيه كان 77.2، بس الاولى كان 55%، فالثالثه نتيجه كويسه في هذه المحافظات. تحبوا نبتدي منين بقى؟ يعني ايه اللي انت شايفه نقدر نقدمه للساده المشاهدين؟ معايير التصويت للقوائم مثلا؟ نقولها بسرعه، ان في يعني احنا البحث كله على القوائم مش على المرشحين الفرديين، بالتالي في معايير للتصويت. سالنا الناس انتوا بتصوتوا بناء على ايه في القوائم دي في المرحله الاولى والمرحله الثانيه. في المرحلتين احنا ملاحظين في تقارب ما بين المعايير، يعني فيش اختلافات كبيره، لكن المعيار الرئيسي الثقه في اشخاص المرشحين على القائمه، دي واخده حوالي 53% برتقاني والازرق في المرحله الثانيه، وفي الثالثه اللي هي جايه يتلوها مباشره البرنامج، والبرنامج بيقترب من 25%، ثم الايديولوجيا حوالي 11 او 10، وكان ديني او ليبرالي أو اسلامي. وبالتالي اللي نقدر نقوله القرايه هنا ايه؟ انه لا زال المعيار الشخصي موجود حتى في القوائم. ما هو انا اعتقد ان ده لو ربطته لي يا استاذ ضياء حالا بمعايير التصويت للمرشحين الافراد هيدي قراءه. الافراد احنا الحقيقه يعني استبعدنا ال 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 يعني الاشاره ليها في عايزين حتى الاخوه ما عندهمش بس هي المؤشر اللي انا شايفه ان اعمال الخير بتصل الى اعلى نسبه تقترب من 57% تقريبا. مظبوط، يعني عندك نسبه عاليه جدا عشان اعمال الخير، ثم تاتي بعدها مباشره النزاهه اللي بتوصل ل 28%. بس المهم في القوائم ايه يا خيري؟ انك انت عندك الشخصانه او الشخص البني ادم اللي تعرفه بيخليك تروح للقائمه بنسبه حوالي 53%، دي كبيره. لكن لما تجمع البرنامج على الايديولوجيا انت بتتكلم على 25 زائد 12 بتوصل لحدود 37-38% في معايير موضوعيه. بتختار بناء على برنامج، يعني 1-2-3 وفكرة، ده اسلامي ده ليبرالي ده، وبالتالي انت في حالة تقدم كبير انه الشخص انا او الشخص واخد 50% واكتر شوية، لكن الباقي بما فيها لانها لا تضم اعضاء سابقين في الحزب الوطني يقدر ضمها عليها، لانه ده موقف سياسي او فكري، وبالتالي انا عندي 50% للاشخاص بيختار على اساسهم القائمة، والباقي لافكار او لبرنامج او لحاله سبب سياسي، سبب سياسي شخصي، يعني مش سبب شخصي، مش بيحبه او يكرهه او نزيه او غير نزيه. طبعا تلقي مطبوعات الاحزاب السياسيه واضح جدا، الحريه والعداله كان بادئ بما يقرب من 12%، زاد قوي في المرحله الثانيه لحد ما وصل ل 33-32 ونزل شويه ثاني، وصل ل 25 في المرحله الثالثه. هو في قدرة الأحزاب على الوصول بمطبوعاتها للناخبين، الحرية والعدالة في المقدمة في كل في المراحل الثلاثة الانتخابية زي ما هو واضح سابق كل الأحزاب، يلي دايما النور، يلي دايما حزب الوفد. الترتيب تقريبا ما تغيرش في الحقيقة ما بين المراحل المختلفة. بنلاحظ برضو في الانتقال من المرحلة الثانية للمرحلة الثالثة أنه في ما يمكن اعتبارها يعني حالة فتيج، حالة تعب ظهرت على الأحزاب بعد شهر ونص انتخابات، أنه الذروة كانت في المرحلة الانتخابية الثانية. لو حجم الإنجاز جايز مش مخليك تبذل هذا الجهد كمان بالضبط، أنك عايز تبني على إنجاز سابق أكتر منك بتعمل على بتعمل حاجه جديدة. ده نفس الشيء في المؤتمرات الانتخابيه، حضور الانتخابات حضور المؤتمرات الانتخابيه بتحضر ولا لا؟ واضح جدا ان الحضور في المرحله الثانيه كان هو الاعلى، ثم الثالثه بدا ينزل ثاني، الاولى كان قليل قوي، بدا معنى كده ان الاحزاب كانت نشطت جدا، كان التحدي في المرحله الثانيه، ونفس الترتيب الوفد ياتي في المرتبه الثالثه، الوسط الرابعه، العدل هنا مغير الكتله اللي لا الكتله برضو ما زالت محتفظه بالمركز الرابع، يعني في الاخير يعني لو جمعت مع الوسط الاحرار وعلى الكتله لكن هنا اللي تلاحظوا بس في الشكل ده انه الوفد زائد الوسط هم الحزبين الوحيدين اللي حسنوا مواقعهم ما بين المرحله الثانيه للمرحله الثالثه. واضح ان الحزبين دول، حزب الوفد بالذات، شغال بنشاط اكبر في المرحله الثانيه من الشغل اللي عمله حتى في المرحله الثالثه من اللي عمله في المرحله الثانيه، عمل أنشطة أكتر، حضر لمؤتمرات وعدد أكبر من الناس، وعلى الأرجح أن ده برضه هينعكس في الانتخابات. تأثير الدعاية الانتخابية بكل حالاته مش عالي، مش عالي ده يعني مش عالي. يعني
اخر نقطه اللي فيها ارتفاع، لا لم تقدم الدعايه الانتخابيه اي معلومات جديده تساعد على حسم موقفي، وده نسب في المرحله الاولى كان واصل لما يقرب من 58%، نزل في المرحله الثانيه ل 38%، في المرحله الثالثه وصل ل 41%. مظبوط. فده شيء لافت للنظر جدا، يعني الدعايه مش هي الحاسمه في المساله. واعتقد خلينا من ده، احنا كده جاهزين ننتقل لمساله التصويت في الانتخابات. أيوة بقى يعني طيب قول لنا بقى انه اللي في المقدمه زي ما كان في المرحله الثانيه هيكون زيه في المرحله الثالثه، يبقى حزب الحريه والعداله. احنا توقعنا له في المرحله الثانيه حوالي 51%، حوتنا له 51%. هي عارضه ايه دلوقتي؟ دوافع التصويت. دوافع التصويت. طيب خلينا نرجع لدي. خلينا، لا مش لازم لدي. يعني مش هتفرق، عشان بس يبقى طيب. الاخوه المشاهدين اللي شايفينها، انت احنا بنقول للناس انت لما هتصوت للقائمه ايه الدوافع اللي خلتك تختار هذه القائمه دونا عن غيرها؟ لو تلاحظ انه اعلى حاجه اللي هو معرفتهم بمشاكل الناس، معرفتهم بمشاكل الناس هي السبب او الدافع رقم واحد للتصويت، يليه في الاهميه. بس دي كانت نزلت يعني من المرحله الثانيه للمرحله الثالثه. ده صحيح. حتى تطبيق الشريعه الاسلاميه نزل. تطبيق الشريعة الإسلامية بالضبط نزل، وارتفع الاعتدال. ارتفع الاعتدال، وده بيقول برضو انه جمهور المرحلة الثالثة للانتخابات مختلف، اهتمامه أقل بمسألة الشريعة الإسلامية اللي كان عالي قوي في المرحلة الانتخابية الثانية، اهتمامه أقل بمشاكل المباشرة للناس، اهتمامه أعلى بقضية الاعتدال. أنا يهمني ناخب معتدل أو مرشح معتدل. ارتفع ده من 15.7% ل 24.2%، ومرة تانية أظن أن ده هيبقى مهم جدا في التصويت في المرحلة الثالثة. الأحزاب المعتبرة متطرفة أو غير معتدلة هتخسر نتيجة هذا الاتجاه. ومع ذلك التصويت في الانتخابات حاسم. الحرية والعدالة هو ما زال في المقدمة، وبتقول أنه هياخد تقريبا 51%. الاستطلاع بيقول 52%. ده صحيح. الحرية والعدالة ما زال في المقدمة، توقعنا له في المرة السابقة حوالي 50%، 51%، النوبالي 52%، تقريبا نفس النسبة. النور انتم منزلينه شوية عن 20، بتكلموا في 18. بالضبط، النور متراجع قليلا. اللي مستفيد زي ما هو واضح من هذه الاتجاهات كلها اللي شفناها قبل كده هو الوفد، اللي تقريبا حصل على نفس النسبة اللي حصل عليها حزب النور في الحقيقة، ما زادش عنها سنة كمان. يعني قريبين جدا من بعض يعني. ودي أول مرة حزب الوفد يقترب بهذا الشكل من حزب النور. واعتقد انه ده مؤشر كبير على اللي هيحصل في هذه الانتخابات. شايفين الكتلة ايضا موجودة في هذه المرحلة بنسبة هي اقل صحيح من 3 او حاجة كده، لكن موجودة، في حين ان حزب الجبهة الديمقراطي مش موجود خالص. ده صحيح. في احزاب تقريبا الجبهة الديمقراطية ما ظهرش تقريبا طول الانتخابات، ومش هيظهر في المرحلة الثالثة. ما فيش جديد. المصر الديمقراطي الاجتماعي تقريبا ما ظهرش طول الانتخابات، ظهر كجزء من الكتلة لكنه مش هيظهر في هذه المرة. الناصري نفس الشيء. الكتلة المصرية الكتلة المصرية هي هتاخد نسبة في حدود حوالي 4% تقريبا، 4.3%، ده اللي معطى هنا. توقعنا تقريبا نفس النسبة في المرة السابقة للكتلة. يعني الحظ أكبر في هذه المرة لحزب الوفد، توقعنا ده في المرة السابقة وتحقق إلى حد بعيد، ربما يتحقق نفس هذه المرة أيضا، والله أعلم. إذن في الانتخابات في النتيجة النهائية لهذا الاستطلاع، مركز الدراسات السياسية باستطلاعه ده بيقول أن حزب الحرية والعدالة في المرحلة الثالثة، عشان نتحاسب نبقى نيجي نتكلم بعد كده ونقعد مع بعض تاني زي ما بنتحاسب على المرحلة الثانية كده، نتحاسب على الثالثة. حزب الحرية والعدالة هياخد 51-52%، يعني فوق الخمسين. حزب النور والتحالف الإسلامي هياخد 18% تقريبا. حزب الوفد هياخد 18% تقريبا. الكتلة احنا بنتكلم في 3%. العدل نسبة تكاد تكون منعدمة. الأحزاب المنبثقة عن الوطن بنتكلم في 2% أو واحد. مع الوطن في الأتوار عفوا احنا بنتكلم لسه على 25%. ما حددوش الناس، ما حددوش بالظبط. يعني الكلام ده على
ال 75% اللي قالوا احنا خلاص هنختار. هم بقى بتوع مراكز الدراسات يروح حاطط لي نسبه كده. لا 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 مش نسبه ده بالعدل يطلعها 25%. بس انا عايز اقول لك حاجه برضو في بمناسبه النتيجه بقى والتفاصيل. النتيجه فيها قد عشان برضو اقرارا بالامام قد يكون فيها فجوتين. نعم قد يكون احنا يعني مش مسؤولين عنهم، مسؤول عنهم لان نسبه ال 25% اللي ما قالوش رايهم دي على المستوى العام ممكن في محافظه بتزيد وتقل. عندنا محافظتين لازلنا بنحط عليهم علامه استفهام مفتوحه. الاولى هي المنيا. المنيا حزب الوسط طالع فيها في المحافظات، ما اعرفش في محافظات محطوطه ولا لا، في حدود 3%. نعم والحريه والعداله طالع حوالي 40%. بقول لك لا المنيا قد يبقى في عوامل اخرى ان في منافسه. رئيس الحزب يقود قائمه هناك ضد الدكتور الكتاتني. ال 5% اللي هي ظاهره في المنيا دي في الحقيقه كلها جايه من دايره واحده بالظبط، بتالي الدايره الثانيه الدايره اللي هي فيها بالزبط. المنافسه فيها الدكتور فيها ابو العلا ماضي، لكن تزيد. احنا بنعمل محافظه مش دوائر. قد تزيد. نعم. وقد تزيد سيناء، شمال سيناء قد تزيد لصالح التيار الجهادي. الجهادي يبقى هو في النور. اللي هو بيصب في النور. ملاحظه الاخيره خالص بقى بمناسبه المحافظات اللي قاله الدكتور جمال في الاول مترجم ارقام في نتائج المرحله الاولى. أيوة. المرحله الاولى الكتله المصريه في القاهره طلعت رقم 2 في الثلاث دوائر من 4. وطلعت رقم 3 في الرابعه. دي عشان الحضريه. في اسكندريه طلعت الثالثه والرابعه. في دمياط طلعت الخامسه. في الفيوم طلعت الثامنه. في كفر الشيخ طلعت الثامنه. وفي دايره ثانيه ما لهاش مرشحين. بمعنى اخر انه في الحضر زي ما شفنا في المرحله الاولى زادت فرصه التيار المدني. لما دخلنا على مناطق اكثر ريفيه وصعيديه زاد. ده مش معناه الناس وحشين وكويسين، لا نتكلم على توجهات عامه للراي العام انه النخبه موجوده اكثر في المدن. لها علاقه بمستوى التعليم بالمراكز الثقافيه. وبالتالي نحاول يعني بعيدا عن ارقامنا الكتير والدوشه اللي قلناها دي نطبق ده على المحافظات. احنا عندنا 9 محافظات، 4 محافظات حدوديه، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء. نشوف مرسى مطروح هتكون مفاجاه التيار السلفي زي السويس بالظبط في هذه المره. ده انا اتوقعه خليكم فاكرين. عندنا محافظتين، 3 محافظات في الدلتا، عندنا اليوبيه وعندنا الدقهليه وعندنا الغربيه. دي 3 محافظات فيها نفس مواصفات تقريبا البحيره وكفر الشيخ وكذا. ودي هيبقى فيها افضل اداء لحزب الوفد، مش معناه انه هيبقى نمره واحد، بس افضل اداء لحزب الوفد هيبقى في الدقهليه وفي الغربيه وفي الدقهليه والغربيه. الدقهليه والغربيه بالذات هيبقى اداء حزب الوفد فيهم والأليوبية. عالي والاليوبيه الى حد ما، لان في يبقى بقى انا والمنيا. وانا حاله خاصه طبعا لان انا فيها تركيبه قبليه يمكن يعني معقده شويه، وهي اكتر محافظه على الاطلاق فيها رموز مما يسمى بالحزب الوطني السابق. طب الثوره مستمره بدعم الدكتور غنيم، والدكتور غنيم ده يعني عند شعب الدقهليه رمز وقيمه. هل فارق في الثوره مستمره في الدقهليه؟ يعني شوف الدقهليه واحده من المحافظات، طبعا هي ثاني محافظه على مستوى الجمهوريه من حيث عدد الناخبين والسكان والمقاعد. نعم. والمعركه فيها محتدمه ما بين كل التيارات. الدقهليه من المحافظات الغنيه جدا. بلدنا يا باشا. طبعا يعني بلدنا باشا. مش مجامله ليك، لكن فيها وجود سياسي لكل الاطياف تقريبا. الوفد فيها موجود بعراقه، الحركه الاسلاميه والاخوان موجودين، السلفيين موجود، الحزب الوطني موجود. وبالتالي المعركه والثوره طبعا موجوده. دكتور غنيم رمز من الرموز العظيمه، هتبقى فيها معركه محتدمه جدا جدا. ويمكن واضح احنا من يعني تصويت المحافظات انه فيها بالفعل ثلاث افضل اداء للثوره مستمره، مستمر افضلهم على الاطلاق في الغربيه والدقهليه. الغربيه والدقهليه ده افضل اداء حسب الارقام دي للثوره مستمره. دعونا نرى ما سيحدث وكما يقول القدماء والله اعلم. والله اعلم. مش يعني انا بشكرك جدا استاذ ضياء رشوان، بشكرك دكتور جمال عبد الجواد على هذا الجهد اللي هنترجمه ان شاء الله بعد نتيجه المرحله الثالثه. هنيجي نقعد ونتحاسب هنا ان شاء الله وهنشوف مين يدفع المشاريع. الساده المشاهدين يحاسبونا جميعا. انا بشكركم جدا واسف اذا كنا سهرناكم. بكره ان شاء الله حلقه جديده من استوديو سي بي سي مصر تنتخب. تكون معاكم زميلتي العزيزه لميس الحديدي وزميلي العزيز عبد الرحمن يوسف، وساكون معكم يوم الجمعه القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.